بدأت الموسم السادس اللي اتشرفنا بيه في مادة History 3 مع دكتور أيمن إسماعيل. دلوقتي احنا هعرض لكم سريعا كده النهارده البرنامج بتاعنا هيمر ازاي. في الأول هنتشرف بكلمة دكتور أيمن إسماعيل وبعد كده دكتور ميسم، وبعدين هنشوف سريعا كده فيديو توثيقي لأحداث الكورس طول السمستر من أول ما كان الموسم أو السمستر كان لذيذ ولا لأ. هنشوف صوركم كلكم، كل الدفعة صورها موجودة، اللي نايم واللي صاحي كل حاجة. بعد كده هنشوف بقى إزاي بدأنا نطور من نفسنا في الكورس لحد ما طلعنا 33 أو 34 مشروع، وفي منهم كمان أحسن 5 مشاريع. بعد كده كمان هنشوف زميل لينا هو محمد كمال هيقول كلمة عن الطلبة. هو خد عينة عشوائية مننا كده وشاف كل واحد فينا ايه اللي استفاده من الكورس ده. بعد كده معانا فقرة لقاء شعرية مع الطالبة نورهان خالد. بعد كده هنقول جوائز أفضل الممثلين، وبعدين فقرة غناء مع الطالب مصطفى مرسي، وأخيرا جوائز احسن مساعدين سواء كانت اخراج او سكريبت او موسيقى او ريسيرش او كاميرا او ميك اب. شكرا. أول حاجة جديدة السنة دي إن إحنا عندنا وصلنا كسرنا حاجز الـ 1200 طالب على مدى الدفعات اللي فاتت. إحنا عندنا من أول سنة 2010-2011 كان في عندنا 20 مشروع تطوروا في العدد لحد بقى عندنا 34 مشروع السنة دي، والسنة اللي فاتت كان عندنا 37 مشروع. فالسنة اللي فاتت كانت تعتبر أكثر السنوات من حيث عدد المشروعات اللي بتتحكم، وكذلك من حيث عدد الطلاب اللي كانوا بيخشوا في الكورس. فالحمد لله السنة دي عدينا حاجز الـ 1200
وده يعتبر يعني قدر كبير جدا مش بس في العدد ولكنه كمان في التوقيت، لان في كل سنه كنا بنحاول دايما ان احنا نحتفظ بكل الريكوردز عشان نعرف ايه الامبروفمنت اللي حصلت عن السنوات اللي فاتت. في 2014 بدينا عمليه الاونلاين فوتنج، التصويت عبر الانترنت. والسنه اللي فاتت كان عندنا زي ما انتم شايفين الرقم اللي موجود فوق ده اهو 797، ده عدد الناس اللي دخلوا صوتوا على المشروعات على الانترنت. السنه دي وصلنا ل 2735 فوت على الانترنت. فده معناها ان عدد الناس اللي بتختار اكبر، وبالتالي المصداقيه بتاعه المراكز او التصويت بتكون اعلى. طبعا دي كانت حاجه جديده جدا ان احنا نصل اليها الرقم ده اهو، لان طبعا عدد الدفعه كان حوالي 200، وبالتالي نوصل لحد 2700 معناها ان كلكم دخلتوا بتقلكم في عمل لوبينج وفي شحن الاهل والاسر والاحباب والاصدقاء من كل حته من انحاء العالم. حتى احنا وجدنا ساعات فوتس غريبه جدا جايه لنا من دول ما كناش نعرف علاقتها ايه بالكورس، لحد ما بعد كده عرفنا ان ايه في اقارب في بعض الاقطار الاخرى سواء العربية او الاجنبية. كمان الجديد السنة دي ان احنا عندنا اول مرة يخش معانا مجموعة من الاركتكتس او المعماريين اللي محدش اختارهم قبل كده ان هو يتكلم عنهم. السبعة دول كانوا معماريين شبه مغمورين بالنسبة للناس، الناس بتحب دايما تختار المعماريين المشهورين جدا زي فرانك لويد رايت ولوي ساليفان وانتوني جاودي والناس دي، لكن نتيجة ان احنا عملنا بونس ان اللي يختار دول هيكون ليه 10% زيادة بالدرجة، فاصبح في حافز عندكم انكم تخشوا وتشوفوا الشخصيات دي بتتكلم عن ايه، زي كولين ديوك، ويليام موريس، دانيال بيرنهام، جوستاف ايفال، روبرت ادم، بيتر بيرنز، وفرانك فيرنز. فده اول مره يبقى عندنا سبع معماريين جداد، وانا بعتقد ده يعني ذخيره كافيه وداتا بيز قويه جدا من التوثيق للمعماريين دول، واعتقد ان احنا كلنا استفدنا بالشغل اللي حصل عليه. اول سنه يبقى عندنا السنه دي برضه ايه ميوزيكال، زي كده فيلم ذا ساوند اوف ميوزك. احنا عندنا السنه دي اول مره يتعمل فيلم فيديو عباره عن اغنيه بتحفظ الطلبه الملامح الاساسيه للمعماري وللشغل بتاعه، والحقيقه يعني كانت لفته جميله جدا. الفيلم بدل ما يكون فيلم بقى عباره عن اغنيه، واعتقد دي ممكن يعني انا نفسي بقيت بسمعها في عربيه، فممكن يعني فين سنه موجوده معانا ولا زي كده مش هتنزلوا لنا بقى ألبوم ولا حاجه كده؟ كذلك السنه دي اول مره يبقى عندنا انيميشن بلاند. بعض الطلبه حبوا ان هم يخشوا في معترك وفي يعني معركه تعلم الجرافيكس، وبالتالي تعلموا برامج زي افتر افكت وبرامج صعبه جدا بالنسبه ان احنا في سنه ثانيه، دخلوا ان هم يعملوا ميكس ما بين الشخصيات الحقيقيه وما بين الكرتون، فدي طلعت شغل جميل جدا، واعتقد ان هم بيتكرموا لهذا المجهود الطيب اللي طلع عليه. كمان ارجع تاني كمان في نفس العمل ده هو كانت اول مره يبقى عندنا ووردروب او دولاب ملابس ازياء رسمي جاي من العصر ده، فمش مجرد ان هم بيتقمصوا المعماري بتاع المرحله دي، كمان بيلبسوا الازياء بتاعته. كمان كان في جرأه شديده جدا في تناول الموضوعات لدرجه ان احنا اول مره يبقى عندنا سايلنت موفي، يعني فيلم بيحكي قصه معماري بدون ما ينطق ولا كلمه، فكانت دي كانت عبقريه في الاخراج، ازاي توصل صوره كامله ومعلومات كامله عن معماري بدون ما تفتح بقه. فكان التحدي، واعتقد ان هم كانوا يعني خايفين جدا انه ما يحصلش ان في تقدير لهذا المجهود، لكن العمل كان رائع وطلع يعني نتائج انا شايفها اكثر من ورديه وتحدي كبير جدا، بيفكرنا بافلام السينما الصامته زمان لما كان شارلي شابلن بيعتبر ان هو لو فتح بقه رغم دخول تكنولوجيا الصوت في الافلام الا ان هو اختار يفضل ان هو ما يتكلمش، عشان كان بيعتبر ان هو لو اتكلم يبقى في الحاله دي هو ممثل غير جيد، مش محتاج ان انا اكلمك علشان اوصل لك المعلومه اللي انا عايز اوصلها لك. للاسف برضو صاحب عمليه دخولنا في عصر التكنولوجيا بعض السلبيات اللي هي كان منها محاولات الغش. طبعا في ناس اعتقد انها طالما الموضوع مفتوح على الانترنت ويقدر يعمل لوبينج بيحاول ان هو برضه ايه يشحن اكبر قدر من الناس بعمل بعض التريكس، لكن الحمد لله احنا بنقدر نعرفها، وتم يعني توجيه لفت انتباه لهؤلاء وتم يعني معاقبتهم بنوع نوعا ما. بس
بس عشان يعني دي اول مره فما كناش قاسيين جدا عليهم، لكن ان شاء الله لو في مرات ثانيه مش هيكون مسموح ابدا بالتلاعب بالاصوات. التلاعب بالاصوات دي جريمه غش. الافلام عشان ما نضيعش وقتكم، كانت داخله في مرحله قويه جدا من المنافسه، فيها 34 فيلم اتقدموا واترفعوا على النت، 104 مرشح لاحسن ادوار. ودلوقتي بدون الدخول في التفاصيل هنخش نتفرج على الافلام، لكن قبل ما نبدا في الافلام مصطفى عمل لنا فيلم عن ملخص حياتنا في الكورس. شكرا لكم.
دلوقتي هنسمع كلمه حد من اداره الجامعه. بس قبل ما نقدم دكتور ميسا، احنا بس حابين نشكر اداره الجامعه اللي ساعدتنا كتير، او ساعدتكم بمعنى اصح، سواء كان اجراءات للتصوير بالليل وخلافه. في ناس منكم كانوا بينزلوا اماكن معينه عشان يصوروا فيها، برده الجامعه كانت بتساعدهم في حاجه زي ديت. فلو تسمح لنا ممكن نكمل. يعني انك انت مش ماده موجوده عندك انت بتفتح كتاب وتحفظ وتحط، لا انت بتفهم وبتستوعب وبتحاول تعبر عن نفسك، وبالتالي في الاخر يخلص الامتحان بتاعها انت برضه الماده دي موجوده في ذاكرتك، وبقى عندك دوكيومنتيشن كبيره جدا في دماغك تقدر تشتغل بيها في شغلك انت الخاص، تقدر تعبر عن نفسك. فانا يعني فخوره بيكم كلكم، وطبعا الدكتور ايمن ربنا يخليكم لينا ان هو بيساعدكم ان انتم تاخدوا كل المواد بتاعتكم بنفس الطريقه، يعني هو بيديكم يعني طريق تبتدوا تشتغلوا فيه. فانت لو عملت كده في حاجات كتير هتلاقي نفسك بقيت معمال هايل. كل سنه طيب. طيب دلوقتي هنسمع كلمة الطلبة هيقدمها لنا زميلنا وصاحبنا محمد هشام. في البداية كده انا كنت عايز اسال كام سؤال ممكن يكون بيراودني وبيراود طلبه كتير جدا مننا. هو ايه الهيستوري؟ او ايه لازمه الهيستوري؟ او ازاي ان التاريخ العماره اثر علينا احنا كطلبه؟ فخلينا نكون صريحين، احنا اغلب الطلبه مننا هنا مش بيحب ماده الهيستوري، او انا صح مش بيحب اي ماده فيها دش كتير او حفظ او اي كلام، نحن يعني ما بنثبتش في الماده. احنا هنا اصلا كطلبه او كشعب عامه بصفه عامه بتثبت في المبنى اكتر من مواقف مش الكلام. يمكن يكون مثلا موقف سمعناه في فيلم، يعني في مثلا اتقال في فيلم قفشه اتقالت بينا وبين بعض كاصحاب، يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي بتثبت في المبنى. وايه علاقه ده كل اللي انا بقوله بالكلام، او ايه علاقه كل ده بالهيستوري اصلا بكورس الهيستوري نفسه؟ هو الحقيقه ليه علاقه كبيره جدا، وهو ده اللي حصل لنا في الهيستوري 3 في الكورس مع اول يوم ليكتشر لينا. لقينا الدكتور دخل بيهزر معانا بطريقه وديه جدا، بدانا نضحك مش مستوعبين ان ده كل ده هيستوري ممكن بيحصل معانا، مش مستوعبين ان قدامنا ده اصلا هيستوري. بدا اول ما نزل شويه مستوعبين ان الكورس هيستوري. هو دخل بيتكلم معانا بطريقه وديه، ازاي احنا بنضحك اصلا في ماده هيستوري؟ مفيش حاجه بتضحك فيها. احنا فعلا كلنا بننام في الهيستوري، تقريبا اغلبنا مفيش حد فينا بيحب الهيستوري. يمكن اول ما داتا شوت اتفتحت لقينا شخصيات كرتونيه، مولان، بوكهانتس، تشارلي تشين، حاجات احنا اصلا يعني حاجات احنا كنا عايشينها مع بعض احنا في الطفوله، حاجات احنا يعني يمكن ما كناش مستوعبين الدكتور يقولها. برضه قعدنا نسال نفسنا، طب هو ده اللي هيخلينا نحب الهيستوري؟ او هو ده اللي هيخلينا يعني ان احنا نستوعب الماده او نحبها او ان احنا نطلع منها معلومات كافيه؟
في الحقيقه اكتشفنا انه هو ده اللي فارق معانا، هو ده اللي اثر علينا. يعني هو ده بمعنى اصح انه خلانا نحب الماده اكتر وخلانا نستوعبها. كنا بنمارس اكتيفيتيز كتيره جدا في الليكتشر، زي مثلا كنا بنلعب او بنمارس البازل، حاجات زي البازل وهي عباره عن ورق بنقطعه او دكتور بيقطعه ورقمه من ورا بنقعد نجمعه. مجرد ما الورق ده بيتجمع خلاص كده المبنى سيبك في المبنى. او بمعنى اصح ممكن ما كنتش فاكره دلوقتي، بس يعني في اسمك في المبنى خلاص اكيد سبق حد منكم يعني. بس انا ما انصح حد يسالني مش فاكر حاجه. واضح انه وصل كنا مثلا اكتر حاجه تقريبا كنا بنحبها احنا، وانا ما كنتش عارف بمعنى انا بتكلم عن نفسي انا ما كنتش عارف لازمتها قوي، اللي هي السمايل فيس والسايد فيس. لما الدكتور كان بيقول مثلا بيسال سؤال وحد فينا جاوب صح وكاتب سمايل فيس، ايه ده يعني؟ يعني انا وشي كاتب فيه وشي بيضحك، وايه لو زعلت لو كنت غلط يكتب لي سايد فيس. اكتشفت انه لما جيت شفنا الكورس ورك بتاعنا اكتر حاجه عليها درجات هي سمايل فيس، وده يعني ايه لازمته؟ ده اعتقد ان الدكتور كان بيحاول يوصل لنا سكيلز معينه بطريقه غير مباشره، ان هو يخلينا على طول مركزين في الليكتشر، على طول صاحيين، خلينا نسال اسئله نجاوب، لو جاوبنا غلط ناخد سمايل فيس ما بيأثرش علينا ما بيناقصناش حاجه، بس يخلينا نجاوب المره الجايه اكتر، بيحفزنا ان احنا نجاوب. كان اي مبنى كان عايز يصورونا كان ممكن هو الدكتور يكون بيتصور فيه، يعني دكتور اي صوره كان ممكن تلاقي دكتور بيصور فيه، وانا كنت حضرتك بحسد حضرتك جدا لفيت العالم. اي صوره مثلا زي جراند فابيل، اي حاجه بتلاقيه بيصوره ده. فاحنا ممكن برضو ده ايه لازمته بالنسبه لنا، ان هو واحنا قاعدين مع بعض مثلا نسيت المبنى، افتكر مثلا المبنى بقميص الدكتور. ساعتها فعلا ما تحطوش في الامتحان. اكتشفنا ان هو اصلا دكتور بينمي فينا سكيلز بطريقه غير مباشره، طريقه احنا مش حاسين، يمكن بعد ما احنا في الامتحان حسينا الكلام ده كله. طريقه الامتحان مش محتاجين قوي ان احنا نذاكر، يعني يا دوبك بس نقرا هيد لاين لينا، نقرا السلايد نمشي كده عليها، وبندخل الامتحان كله من الليكشر، مفيش حاجه احنا بقينا فاهمين مش حافظين. فعلا بالظبط، احنا يعني خلاص بقينا حابين الكورس، بنفتكر الحاجات بسمايل فيس بساد فيس بقميص الدكتور حاجات كده. لحد بقى ما جه يوم اللي احنا نعرف فيه البروجكت. ايه بقى البروجكت؟ عباره عن ايه البروجكت؟ او طبعا كنا عارفينه من الدفعات الاكبر مننا، بس احنا كنا برضو ايه اول ما قلنا البروجكت ما اتخضينا. هو عباره عن موفي 15 دقيقه ماكسيمم نجسد فيها حياه معماري او نشرح فيها حياه معماري. طب يا دكتور لو حضرتك بتهزر ازاي يعني هنمثل؟ ما حدش فينا بيمثل. طب انت هتمثل، انت هتمثلي، انت هتغني. بغض النظر ان في فعلا ناس بدانا في الكورس، بدانا في البروجكت واشتغلنا فيه، لقينا نفسنا كده انت بتعرف تمثل، انت بتعرفي تنتجي، انت مش عارف بتعرف تنزل، انت بتعرفي تغني. بغض النظر ان الصوت كان فيه طبعا طاقات اللي هو بنطلع. اكتشفنا فعلا ان احنا عندنا اكتيفيتي ثانيه، ان احنا عندنا موهبه ثانيه نقدر نطلعها غير الاكتيفيتي بتاعتنا، نستفيد بيها في حاجات ثانيه بالظبط. ممكن مثلا لا قدر الله محدش فينا نجح في الكارير بتاعنا وهي اعتقد يعني يا ريت محدش فينا يكره، هي على الاقل فلوس اكتر بس الناس بيتين في ناس وفي ناس بتمنتج فلوس قليله ناس بتكتب ناس بتغني بغض النظر ان هو كان في سنه نشاز، بس هي حاولت ان هي تغني. يمكن كلنا عشنا الدور بتاع كلنا ممثلين، يعني مثلا اجي مثلا وانا لازم بيت خد لك الغدا بقى وانا ورايا تصوير مش عارف. اجي مثلا بالليل تلاقيني اخرك ابدا لسه راجع من اللوكيشن. حاجات زي دي خاصه انا فعلا كانت بتحصل بينا، وفي حد كان بيجي يحكي لنا الكلام ده. انا ساعتها كنت بعيش دور جدا، يعني انا كنت بقول فيها فنان عليا. انا اصلا طلعت دور بس. حاجات زي كده كتير، فاكتشفنا في الاخر ان هي دي فعلا الحاجات اللي اثرت فينا. البروجكت ما كانش ممل جدا، حتى المنافسه اللي كانت ما بيننا كانت بطريقه مختلفه جدا في الفوتنج. كان في منافسه بس منافسه وديه جدا، ما
حصلش اي حاجه ان حد فينا كان بيحاول يجيب حد او ما اعرفش، بالعكس كان بيقدر الرساله مع بعض. مثلا حد زي وصال كمان شارك في البروجكت تاني، كلنا كنا بنساعد بعض من الاطفال لبعض، ما حصلش اي حاجه حد اتعدى فيه او حد او حصل حقد منه من بعض بالعكس. فاعتقد انه ده من اقرب الكورسات لينا الى لقلبنا طبعا، وانا سعيد جدا ان انا كنت جزء من البروجكت ده. وعامه انا كلامي انا مش مبسوط مش كاتب حاجه. ده كان زمانك زيرو بالظبط. طبعا انا يعني الكلام ده انا مش حافظ حاجه، انا مش كاتب حاجه، انا كل الكلام ده ممكن لما بشوف حد بفتكر موقف. يمكن بس امبارح قبل ما انام عملت بروفا قدام المرايه، انا مسكت انا مش عارف اقول ايه بعدك. طيب دلوقتي احنا الدكتور هيتشرف باذنك يا دكتور، وحضرتك اللي هتقول لنا بقى اسامي احسن خمس مشاهير. طب ما نعرفش عنهم التسليم خلاص، هم اللي هيقدموا بقى خلاص ادور عليهم. يا طيب دلوقتي معانا رضا وبلانا يقولوا الويلكم. سيزون 6 كان عندنا 34 فيلم، بعد كده قللنا العدد او اخترنا منهم حوالي 22 فيلم بس، بعدين عملنا اونلاين فوتنج واخترنا منهم احسن خمس افلام، ودلوقتي هنبدا نقررهم من اول للخامس وبعدين نطلع بقى لغايه اول واحد. اول واحد هتشوف تاني معاك صح؟ صوتي واضح؟ ممكن طيب المادة الخامس فيلم روحي يا روحي، يعني شرفونا هنا. المعلومات عن النقد والتأثير المستقبلي. مفهوم المركز الثاني.